هنا إقليم الحوز، وبالضبط لدى مطاع أم صميث، حيث يقطن سكان المغرب العميق، حيث العزلة والحاجة والعوز وقلة الحيلة، حيث ضرب الزلزال، فعل واقعاً مزرياً لا زال بعض المغاربة مجبرين على عيشه بهذه المناطق في القرن 21. حتى مساعدة مع مرة جات من ذوق الأيام ديال الزلزال لحد السعادة بين الناس مقرفسين، كاينين الميكات والصاد الدراري الصغار دابا نيت في هذه الخيمة هذه كاينين على البنية تا هما، يعني كل شيء مكرفس في هذا المخيم. كنشكر هذوك الناس كاع اللي عاون هاد الناس هادو راهم ضعفاء، كنشكرهم راضي من برادة، وكنشكر الناس اللي المحسنين اللي تيساعدوا ولا إله الله. داكشي اللي عطا الله هو هذا. قلت لك حنا مضرورين في هاد البلاد بزاف، ابسط الحقوق ما عندناش، لا الواد الحار لا سبيطارات لا حمام، حتى حاجه ما كاينه في هاد البلاد، حتى حاجه. 20 عام انا براني 20 عام في هاد البلاد، نفس البلاد حتى حاجه ما تتبدل فيها، هي ديما محقورين، وحتى واحد ما متفكرنا في هاد البلاد، ديما عازلينا. ابسط الحقوق ما عندناش، ابسط الحقوق، ياك الزلزال ياك استفدوا كاع الناس، حنا ما استفدناش، عام واحد منا ما استفدش، ديورنا مشقوقين، كل شيء طايح، حنا ساكنين فيهم هكاك مشقوقين وساكنين فيهم. وهنا ايضا وزعت مؤسسه الخطاب الهولنديه حوالي 350 قفه رمضانيه وازيد من 200 كسوه عيد ومرحاض متعدده للاستعمالات لسائده هذه الساكنه التي لا زالت تعاني من اثار الزلزال ولا زالت تقطن بالخيام وتفتقر الى ابسط الموارد والمرافق. السلام عليكم، استمرارا لدعم ضحايا زلزال الحوز، اليوم حنا كنتواجدوا بام زميز ولاد مطاع الزاوية، فالحمد لله المساعدات اليوم عبارة عن 350 قفة رمضانية وما يزيد عن 200 كسوة ديال العيد لفائدة البنيات والوليدات ديال هاد ربع الدواور اللي غيستافدوا إن شاء الله، وأيضا مرحاض اللي غادي يكون مجهز بدوشات، واحد ديال الرجال وواحد ديال العيالات وفيه بلاصة طول. السلام عليكم، الله يجزيكم بخير، كنشكر جمعية الخطاب، الله يكبر بكم. تفكرتونا مع ديما نقول الله يغفر لكم. السلام عليكم، معكم نجاة الحسني، فاعله جمعويه من منطقه الزاويه سيدي علي وحمد ولاد مطاع اقليم الحوز، منطقه متضرره بالزلزال، وانا في وسط خيرات سيدي ربي وهبات ديال المحسنين وديال جمعية الخطاب وجمعية شكران، كنشكروهم والطاقم الإعلامي اللي جا مرافق ليهم باش يوصلوا الصوت والصورة الحقيقية ديال هاد الناس اللي في هاد المنطقة اللي ما نالهمش شي حاجة كثيرة من الهبات ديال المحسنين بحكم أنها بعيدة على الطريق الرئيسية وما كانش فيها الحالات ديال الوفيات، مع العلم أن الناس كانت تتعاني قبل الزلزال. والله يزيدكم بخير وتعيدوا ان شاء الله بخير وعلى خير، وتطلوا المحلاتكم بخير وعلى خير، والله يزيدكم بخير، والله يعمل سيدي ربي واعد لكم بالخير، هذا الخير فرحتونا به وفرحتوا لنا وليداتنا، والله يزيدكم بخير يا ربي. الله يرحم لكم الوالدين، الله يثبت الاعمال، الله يفرحكم كيف فرحتونا. الحمد لله على المبادرة من بلاد الناس الشرفة، الله يعزهم ويدوم النعمة عليهم، وعاونوا هاد الناس فيهم الأطفال الصغار، فيهم الناس الأتامى، فيهم الناس الكبار. ولله الحمد، ثلاثة دواور إلى حدود الساعة استافدوا، قرب المغرب يأذن، بقى لنا دوار واحد الحمد لله، وغادي نكملوا هذا التوزيع ديال القفة بإذن الله.
الخطة، الله يجزيهم خير، الله يدير حسابهم، الله يعاونهم، الله يكمل عليهم. الناس اللي استفدت من هذه المبادرة ما يزيد على 350 عائلة، كتشمل 4 ديال الدواوير يعني، وفيها حالات خاصة من خارج الدواوير لكن عندهم معاناة ماشي بسبب الزلزال ولكن معاناة حقيقية. ولا زالت هذه المؤسسة الهولندية التي يحمل أعضاؤها المغاربة روح المواطنة ودمة مغربي تخدم ضحايا زلزال الحوز، ولا زالت تجيب على احتياجاتهم في ظل غياب حلول جذرية تفك عزلة هذه الساكنة. شكرا لكم بزاف بزاف، تنشكركم بزاف بزاف جزيل الشكر على التواليطات اللي جبتوا لنا لهاد الناس اللي هما في الخيام وتيعانيو بزاف، مازال الرجال عندهم واحد شويه باش يخرجوا للتساع، انما النساء تنعزوا بكم وتن والله ما شفت ما نقول لكم صراحه، قال الله يجزيكم بخير بزاف بزاف، كاع اللي قلت لكم قليل حقكم صراحه قال.